السلام عليكم. شو بدي زاد كل عادة معكم. رانا ولينا بعد المقابلة تاع أرسنال مع واست هام، مقابلة اللي كانت مقابلة كانت نقولوا باللي مقابلة ديربي حقيقي، ديربي حقيقي، مقابلة من أجل الفوز، مقابلة ما لعبوش دوزي كيما ما لعبوش من أجل التعادل، لعبوا من أجل الفوز. شنا كيفاش واست هام في الدقيقة الـ25 من سجل الهدف، هدف كيما يقول لك هدف كان مخدوم، هدف اللي شناه شوط أول شلنا فيه زوج أهداف، شوط أول شلنا فيه زوج أهداف، هدف في 25، هدف 5 دقائق من بعد في الدقيقة 30، وين أرسنال عرف كيفاش يعدل النتيجة كيما يقول لك تركيز كبير، تركيز كبير، عرف كيفاش يعدل النتيجة. شوط ثاني، شوط ثاني بعد التغييرات وبعد قراءة المقابلة من طرف المدربين، خاصة اللي نعرفوا النيغري اللي نعرفوه بلي يقرأ المقابلة، يقرا المقابله وعنده نظره في المقابله، خاصه في الشوط الاول وين يشوف وين كاين نقطه القوه نقطه الضعف، وين شناه كيفاش دار التغييرات، التغييرات اللي جابوا الثمار تاعها في الدقيقه 70، شناه كيفاش الهدف تسجل. يعني المقابله، مقابله نقولوا حنايا الشوط الثاني تاع مدربين، بكري كنا نقولوا هي هكا تاع الشوط تاع مدربين، دروك راهي صح الشوط الثاني تاع مدربين، كي تشوف الخطه تتغير، شوف يدير لك 4 في الميليو تيرا، شوف شوف بلي هذا المدرب دير لك 4 في الميليو تيرا ولعب كلية في الهجوم، عرف بلي كاين الخلل، عرف وين كاين الخلل، وين شفنا بلي دار ارسنال دار ضغط على ويست هام في المنطقة تاعه، نقول احنا المنطقة تاعه من خط وسط الميدان ولي تل الحارس، وين شفنا دار عليهم، خاصة وين تشيك تشيك لي نقض المرمى تاعو، خاصة في الشوط الأول وين نقض المرمى تاعو من أهداف محققة لهذا هذا الحارس، اللي حارس اللي نعرفوه عنده تدخلات موفقة، خاصة وين شلنا قلع نقولوا تروابيت حاسمة، هو قلعها الحارس هذا، وين شلنا كيفاش خاصة من نشوفوا في ويست هام شونزيس ونشوفوا اللعاب هذا اللي دار كلش لكن بدون جدوى، شفنا كيفاش قذافات تاعو، زوج قذافات تاعو اللي قلعهم الحارس تاع ارسنال. يعني المقابلة هذه ما كانت سهلة، مقابلة في ما كانت سهلة، الزوج ديربي فريق فائز وفريق منهزم يعاود يولي في النتيجة في الدقيقة الدقيقة 70، يسجل في 30 وعاود في الدقيقة 70، يعني تشوف لهنا كيفاش نوعا ما اللاعبين اللي عند أرسنال عندهم الخطة، عندهم كيما يقول لك عندهم الخبرة وعندهم فنيات، عندهم بزاف خصوصيات في هذا، خاصة في هذه المقابلات يعرفوا كيفاش يرجعوا في الوقت الحساس، يعرفوا وين يسجلوا، يعرفوا كيفاش يردوا الاعتبار للشخصية تاعهم. شلنا كيفاش هنا المقابلة كي تلعبت مقابلة تاع فوز، مقابلة كيما يقول لك ديربي الجولة الثالثة بين الجيران، كانت على حافة الكارثة في زوج، خاصة من جانب أرسنال، أرسنال اللي كان رايح المقابلة ما كانش غادي تروح كون هازمو، ما كانش غادي الجمهور الإعلان تاعهم ما كانش تكون مليحة ليهم، على ذيك داروا رماوا كل القوة تاعهم باش يفوزوا بهذه المقابلة، وكان لهم ذلك وفازوا في المطاف، فازوا بالمقابلة، وكانت مقابلة شيقة، مقابلة شلنا فيها 3 أهداف، هدفين في الشوط الأول، هدف في الشوط الثاني، مقابلة مستوى عالي، ضغط فانيك، تعرف بلي هاد الناس راهم محضرين بريباراسيون اللي داروها في أعلى مستوى، هذه هي، وصحيتوا وربي يحفظكم، وهذا هو الاحتراف.